هشام عبور صحفي حر، هشام عبور صحفي حر، هشام عبور صحفي حر. رئيس بلدية بيرين في ولاية الجلفة المسمى بالغاني بن زديرة اللي راهو يقبع في السجن منذ مدة منذ أن وقفوه وحكموا عليه مؤخرا بسنة سجن لأنه التهم اللي كانوا موجهينها له في هذيك المحاكمة الأخيرة تهم إدارية ولصقوا مع أخوه الجرد على نظن وضربوه بثلاث سنين سجن وداروا له مذكرة توقيف دولية. طبعا الجرد على نظن راهو من زيغو لزيغو راهو يتخبى من زيغو لزيغو لانه على باله يدور راك يطيح في المصيبه يديروا الفخه هذيك الجرذان يتحكم راهو هارب من الانجليزي او السعودي شاكي به وزير فرنسي في فرنسا هارب للرقابه القضائيه اللي داروها له المخابرات الفرنسيه من دريت الداخلي الاخر باقي الجمهوريه تاع محكمه نونتير مذكره توقيف لانه شاكين به ملف كبير. المهم السيد راهو هارب من كل جهه خوه هو يعني تشوف كان محرشين جماعه في لطفي نزار اند كو واحد البراي يجي واحد يقدر يستغلوا فيه ياكلوا في الشوك فمو كي البقرة كي البغل يعني وفاء جلد مخو فارغ الجلد تاع الصح عنده يفكر ويعرف كاش يحط هذا جلد مخ بغالون ما عليه. المهم خوه اليوم لو البارح لا اليوم السبت اليوم زادوا لحقوا له مجموعة تاع تهم اللي يمشي فيها بعشر سنين ما ماركاو له الابتزاز حطوا له ال لا استغلال النفوذ حطوا له مهم ملف كبير ملف هذا دارته له الشرطة باش نكونوا واضحين يعني الشرطة دارته واللي دار له هذا بن شيخ مدير الامن الوطني اعطى امر قرايه في القلوب هاي اعطي يحس وعلاش على خاطر خوه الجرد قاعد يحل في فمه ما زال يتلغبط هو راه في حاله اي كما كي ضرب ما يرد شويه اي دونك نعاود نجبد لكم هذيك الصور تاع اي دونك يتلعب انا واش قال زيد عطي الحس ولو كان يدخل الجزائر ما يسلكوا لا جبار ولا معاد ولا لطفي نزار لا حتى واحد يخلوه لانه على جرد ناس كان ترفع يديها عليه ويخلوه يدفع في راسه كيما دوك راهو مطارد من كل جهه مخليينه مطارد من كل جهه دونك خوه اليوم راهو في النازعات غرقا عبالو يحكم عليه بعام حبس يعني راهو صافا هبا درك عنده اقل شيء خمس سنين لان نحتارو في الجنايات اقل شيء راح ياخذ خمس سنين مبروك عليه انا وفاصون يتبع في غوه بالوي وهذه كم الحكايه تاع الطريحه اللي خداها تاع اي في عود يدفع على روحو يحكموه ضربوه ونحاولوا له سروالو داولو منو التليفون زاكين حالو سروالو مدا شافو بال على روحو لا حدا منا زاد داروا التليفون ولا فقع هذاك اي ويبكي وجا معاه واحد مرخص اكثر منه ولا كارلوس سبحان الله ربي يقدر الخير لبلادنا. هاي انا عديو لموضوعنا الرئيسي